السلام عليكم، مرحبا بكم متتبعي قناة عصرتك. قد رأيت العديد من التساؤلات حول كيفية استرجاع الصور المحذوفة في الهاتف. الكثير منا يعاني من حذف الصور، يعني أحذف صورة لا أريدها، ثم بعد أيام أريد استرجاع تلك الصورة ولكن لا أستطيع استرجاعها لأنني قمت بحذفها، بالرغم من أنني قمت بتحميل عدة تطبيقات ولكن تلك التطبيقات لا تقوم باسترجاع هذه الصور. أتيتكم بأفضل تطبيق لاسترجاع الصور، وهذا التطبيق يعني خرافي، سوف تجدونه أسفل الفيديو داخل التدوينة. قم بتحميله أو قم بأخذ اسمه وقم بوضعه في هاتفك في البلاي ستور وقم بتحميله. نعم، هذا التطبيق رائع وسوف يقوم باسترجاع صورة حتى ولو كان لديها سنين منذ حذفها، يعني حتى ولو قمت بحذفها منذ سنين سوف يسترجع. هذا التطبيق رهيب، وعن تجربتي الشخصية فهو يقوم باسترجاع جميع الصور المحذوفة حتى ولو كانت لديها سنين منذ حذفها. هذا التطبيق الآن بعد تحميله من منصة بلاي ستور سوف تظهر لك هذه الواجهة عند دخول التطبيق. هو يعمل بصلاحية الروت، ولكن حتى وإن لم يكن في هاتفك صلاحية الروت فهو يشتغل، ويشتغل بصفة عادية كما تلاحظون الآن هنا في هاتفي. ليس لدي روت في الهاتف ولكن يشتغل بصفة طبيعية، ونعم ويسترجع جميع الصور، وقلت لكم هذه عن تجربتي الشخصية. كل ما عليكم هو الضغط على هنا كما تلاحظون ستارت باسيك فوتو سكان هنا، ثم تنتظر إلى غاية نهاية استرجاع جميع الصور المحذوفة. هنا في الأسفل يظهر يقول لك يعني هنا يعني يظهر كما تلاحظون 16 صورة، يعطيك العدد صور المسترجعة، ثم نضغط على أوكي. هنا يقول لي قد استرجعت 16 صورة، ولكن لماذا 16 صورة فقط؟ هناك خيار، وهو على هذا اللي قلت هذا تطبيق رائع، وهو خيار هنا تذهب إلى الإعدادات ثم تأتي إلى هنا يعني عرض الصور، يعني هنا كما تلاحظون سمال ميديوم لارج، وهنا كما تلاحظون يعني أقصى حد للصور هنا أنا أضعها 10,000، يعني أنت كما تريد ضعها 10,000 أو 1,000 كما تريد، يعني أقصى عدد تريد استرجاعه. وهنا كما تلاحظون الخيار الرائع والجميل في هذا التطبيق هو يعني مدة الاسترجاع، يعني أنا لدي صورة حذفتها منذ أسبوع وأريد استرجاعها، أريد استرجاع الصور فقط التي حذفتها في هذا الأسبوع، يعني لا أريد استرجاع جميع الصور المحذوفة كما تلاحظون الآن كما أفعل هنا أمامكم. فقد قمت استرجاع الصور المحذوفة في هذا الأسبوع، أعطيته التاريخ يعني من تاريخ اليوم 26 مارس 2018 إلى من بداية من 19 مارس 2018، يعني قلت له استرجع هذه الصور فقط في هذا الأسبوع، ثم تضغط على أوكي. كما تلاحظون الآن يقوم باسترجاع فقط الصور هذه التي حذفت في هذا الأسبوع فقط، وهي 16 صور. لو يعني تريد استرجاع صورة التي يعني ظننت أن قمت بالشك أن هذه الصورة قمت بحذفها منذ شهر، فقط تضغط على هذا النقاط الثلاث ثم تقول له شهر أوكي، يعني من تاريخ 22 فبراير 2018 إلى تاريخ اليوم وهو شهر، ثم تضغط على أوكي. الآن يقوم باسترجاع صورة، انظروا لقد قال لك لقد تمت استرجاع 30 صورة هنا في الأسفل كما تلاحظون 30 في الفوند، يعني 30 صورة مسترجعة، وأنت ولديك الخيار، ولكن إن أردتها يعني استرجاع جميع الصور، يعني جميع الصور محذوفة حتى وإن كانت لديها سنين، كل ما عليك هو إلغاء هذا الخيار الأول هنا كما تلاحظون والخيار الثاني، قم بإلغائهم. أنت في الأول سوف تجده هكذا، يعني استرجاع جميع الصور، وكما قلنا إذا أردت استرجاع الصور في أسبوع أو شهر تقوم بتفعيل هذين الخيارين وتعطيها الوقت من متى يبدأ ومتى ينتهي، دائما تعطيه صلاحية الانتهاء. يعني وإن أردت استرجاع جميع الصور فقط تقوم بنزع الخيار على هذين الخيارين ثم تضغط على أوكي، وسوف يقوم باسترجاع جميع الصور كما تلاحظون هنا لقد قام باسترجاع جميع الصور وهي 186 صورة. أنا هذا الهاتف جديد يعني، وبالرغم من ذلك قمت بحذف الصور بالتقاط صور طرحت في هذه، قال لي هناك 186 صورة محذوفة. الآن عند استرجاع الصور ماذا تفعل؟ إما أن تقوم بتحديد الصور التي تريد استرجاعها هكذا، أو بتقوم بتحديد الكل وتقوم هنا عن طريق الضغط على هذا الخيار هنا كما تلاحظون ريكوفري كما تلاحظون، ثم يعطيك هنا ثلاث خيارات، الخيار الأول والأخير دعك منه، دائما اضغط على الخيار الأوسط هنا كما تلاحظون، ثم تقول له مكان التثبيت استرجاع الصور، سأقول له هنا في الفوتو، ثم اضغط على اوكي،
ثم هنا تم استرجاع الصور، هنا سأقول له no thanks، وهنا يكون تم استرجاع هذه الصورة. ولو ذهبت إلى المكان الذي قمت باسترجاع به الصورة سوف تجدها، وهكذا سوف تقوم باسترجاع جميع الصور المحذوفة. لن تعاني اليوم من مشكل تطبيقات استرجاع الصور، فهذا أحسن تطبيق عن تجربتي الشخصية، هو أحسن تطبيق لاسترجاع الصور. هذا كل ما لدينا اليوم لهذا الدرس، نتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس لكي يصلك كل جديد، والضغط على زر اللايك إذا أعجبك الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.